السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: استمرارا للمساعي الإنسانية العمانية، وصول 22 شخصا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح للسلطنة للالتحاق بأسرهم. شهيد فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والرئيس عباس يقول إن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي خطط أمريكية للسلام في الشرق الأوسط. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور أكيتو إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته له بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب الياباني الصديق باطراد التقدم والرقي والازدهار. استمرارا للمساعي الإنسانية العمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، وصل إلى السلطنة مساء أمس 22 شخصا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح للالتحاق بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يقبل بعد الآن بأي خطط أمريكية للسلام في الشرق الأوسط بسبب اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال عباس إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بعد الآن بأي خطة من الولايات المتحدة بسبب هذه الروح المتحزبة. وبعد محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حث الرئيس الفلسطيني فرنسا وأوروبا على لعب دور أكبر في جهود السلام. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل همشها في هذا الملف، مضيفا أن فرنسا ملتزمة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وستعترف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب. اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي. ونقلا عن الكريملين، فإن الرئيسين الروسي والتركي أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا فيه كذلك الأزمة السورية، حيث أعرب الرئيسان عن أملهما في أن تضع المحادثات السورية المقبلة في أستانا حجر الأساس لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والمتوقع انعقاده نهاية يناير المقبل. ميدانيا استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مواقع مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات عن الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قراره حول القدس تنديدا عالميا واسعا. في الأثناء توالت ردود الفعل الدولية بعد أن صوتت أكثر من 120 دولة في الأمم المتحدة
لصالح قرار يدعو واشنطن لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. توالت ردود الأفعال الدولية بعد أن صوتت أكثر من 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس ويدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. وبعد قرار الرئيس ترامب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بقرار الجمعية العامة واعتبره دعما دوليا قويا يؤكد أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بتأييد من الشرعية الدولية التي تعترف بأن القدس أرض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي. جامعة الدول العربية أشادت بقرار الأمم المتحدة واصفة إياه بأنه قرار موحد يعكس إرادة سياسية حرة للمجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فيما رحبت تركيا برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الأمريكي، واعتبرت أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة. نرحب بموافقة الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع إلغاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونأمل من إدارة الرئيس الأمريكي أن تتراجع عن قرارها المؤسف الذي أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعيته بشكل صريح. أما على الجانب الإسرائيلي فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة زاعما أن القدس ستظل عاصمة لإسرائيل، في حين وصفت حكومته الأمم المتحدة بأنها بيت من الأكاذيب. يجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار تبنته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، وتنص العقوبات التي اقترحتها واشنطن حظر تصدير نحو 90% من المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال 12 شهرا بغية حرمان بيونغ يانغ من مصادرها الأساسية في الناتج المحلي. وكانت الولايات المتحدة قد تناقشت مع الصين حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد الصاروخ الباليستي الأخير الذي أطلقته بيونغ يانغ أواخر نوفمبر الماضي. وقع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا كل من حكومة جنوب السودان والجماعات المسلحة اتفاقا لوقف إطلاق النار في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 أعوام، وتهدف الهدنة المستمرة لثلاثة أيام إلى إحياء اتفاق السلام الذي أبرم في العام 2015، إلا أن الاتفاق انهار في العام الماضي بفعل نشوب قتال في العاصمة جوبا بين القوات الحكومية ومسلحين موالين لنائب الرئيس المعزول ريك ميشار. كما سيتيح اتفاق وقف إطلاق النار وصول منظمات الإغاثة للمدنيين المحاصرين، علما بأن المواجهات المسلحة أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت نحو ثلث السكان البالغ عددهم 12 مليونا. قتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية وجرح آخرون في تفجير بولاية قندهار الجنوبية. ووقع الهجوم الذي تبنته جماعة طالبان بعدما أقدم انتحاري باقتحام مقر للشرطة بعربة بها متفجرات ليفجر بعدها نفسه، ويعد الهجوم واحدا من سلسلة الهجمات التي تشنها جماعة طالبان في أفغانستان وتستهدف بشكل خاص مراكز أمنية وعسكرية أفغانية.
فازت الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا بأكثر من 93% في أول انتخابات منذ استفتاء الاستقلال المثير للجدل. المجموعات الثلاث المؤيدة لاستقلال الإقليم حصلت على 70 مقعدا من أصل 135 مقعدا، أي أكثر بمقعدين من الأغلبية المطلقة، في حين أن حزب سيودانوس المناهض لاستقلال الإقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعدا. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. قرية بلت بولاية ضنك، طبيعة خلابة ومناخ معتدل على مدار فصول السنة. احتفلت الجامعة العربية المفتوحة بتخريج 359 طالبا وطالبة من حملة درجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي. رعى حفل التخرج معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 359 طالبا وطالبة يرفدون سوق العمل في تخصصات مختلفة بعد أن أكملوا دراستهم الجامعية متضمنة الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين من مركز القبول الموحد. شعوري لا يوصف، بعد مشوار طويل في الدراسة واجهنا بعض الصعوبات، لكن الحمد لله. وإذا في شيء أقدمه أشكر زوجتي اللي وقفت معاي وأهلي وبعض الأصدقاء اللي وقفوا معاي. الفرحة رائعة طبعاً، وتعتبر هذه تدويقاً للجهود اللي بذلناها خلال سنوات الدراسة، فما أقدر أوصف يعني هذا الشعور الرائع. يوم التخرج بصراحة شعور ما ينوصف، يا من انتظرت هذه السنوات وهذه الساعات، الحمد لله رب العالمين. ويبلغ عدد الخريجين في شهادة الماجستير 75 طالبا وطالبة، وفي شهادة البكالوريوس 161 طالبا وطالبة، و93 طالبا وطالبة في شهادة الدبلوم. حصاد مسيرة يعني أيام وليالي من التعب والسهر وإعداد الواجبات والمذاكرة وإلى آخره، فتأتي إلى مرحلة تلقى فيها هذا الإنجاز اللي فعلته، مرحلة توصف بمعنى الكلمات، بمعنى الأحرف التي تكلم الكلمات. هذه الفرحة طبعا قد تتجسد في أمور كثيرة، في العمل، في العطاء، في الطموح الكبير، في الإنجاز القادم الذي يتطلب منا، والوطن يتطلب منا الكثير، وعمان تستاهل منا الأكثر من ذلك. يوم التخرج يوم فرحة وسعادة ونهاية كفاح وجد واجتهاد وبداية مشوار جديد لمرحلة أخرى. وفي بادرة بحثية متميزة نظمت الجامعة هذا العام المؤتمر البحثي الطلابي الأول، والذي هدف إلى تشجيع البحوث الطلابية وإبراز إنجازاتها. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. اختتم بولاية أمحوت المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى الوعي السياحي بمحافظة الوسطى، والذي أقامته دائرة السياحة بالمحافظة. رعى فعاليات حفل الختام سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى. تسليط الضوء على أهم المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة الوسطى، والتعرف على الخدمات والأنشطة التي تقدمها دائرة السياحة بالمحافظة، أهم ما تميز به ملتقى الوعي السياحي بولاية محوت، والذي استمر لمدة 3 أيام. مرت هذه التوعية وهذه القافلة على جميع ولايات المحافظة، أعطت انطباع كبير جدا، تعرفوا الناس على المنتجات السياحية التي
تدفع بها وزارة السياحة. قدم البنك أكثر من 40 مشروع على مستوى السلطنة بمبلغ حوالي 43 مليون و 615 ألف ريال عماني. أما من ناحية التمويل في محافظة الوسطى مول 7 مشاريع سياحية بمبلغ قدره 326 ألف ريال عماني. البيئة البدوية ومفرداتها المختلفة ألهمت ساكنيها لصناعة مشغولات يدوية حاكتها الأنامل من خامات صوفية ونسيجية وأصداف بحرية بمختلف الألوان والأشكال. حيث نحن نركز أن تعرض المرأة منتجاتها بحيث السائح لما يجي لهذه الولايات يحصل منتجات يقدر يقتنيها من تلك الولايات. جمعيات المرأة العمانية بولايات محوت والدقم والجازر وجمعية المرأة العمانية بمصيرة بمحافظة جنوب الشرقية أسهمت بشكل فاعل في إبراز ملامح الملتقى الذي عكس جماليات البيئات والمكنونات البحرية والصحراوية والبدوية التي تتميز بها محافظة الوسطى. لتعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية من خلال العمل التطوعي، كرمت جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، بالإضافة إلى تكريم المؤسسات والشركات المساهمة في إيصال رسالتها الخيرية للمستهدفين في المجتمع. رعى حفل التكريم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وسام الرحمة وضعته جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال هذا الحفل على جبين هؤلاء الذين ضحوا بأوقاتهم ومالهم لخدمة من كان محتاجا ليد العون. هذا التكريم يمكن أخذ فترة طويلة وما ظهر، ولكن الحمد لله بعد إشهار الجمعية في 6/6/2016 وجد مجلس الإدارة ضرورة تكريم المتطوعين اللي كانوا معانا من فترة طويلة. تقريبا أغلب المتطوعين اللي موجودين اليوم في القاعة واللي عددهم بالغ 130 متطوع حضروا من مختلف الولايات لهذه المناسبة الكريمة. شركاء في العطاء هم بوقوفهم بتبرعاتهم بأيادهم البيضاء التي أسهمت في نشر وسيلة الخير في المكان وللإنسان. هذه لفتة كريمة منهم، وإن كان المتطوع تكريمه الأعظم من المولى عز وجل، ولكن هذا لعلهم يرونه كرد جميل لكل من ساهم في هذه الجمعية وعمل معهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله. فعاليات متنوعة ضمتها فقرات الحفل أوضحت وأبرزت الدور الذي تقوم به جمعية الرحمة للأمومة والطفولة والتي انطلقت من مبدأ الرحمة. يعني هذا يوم عظيم أنا فعلا أتشرف فيه، وأدعو كل زملائي وزميلاتي الأطباء والطبيبات إنهم يشتركوا في الجمعيات الخيرية، لأنه هذا شيء بسيط نقدمه لهذا الوطن الغالي. إحنا وجودنا هنا كمتطوعين لله الحمد يمثل عبارة لنا إن إحنا عطينا لهذا البلد، وجمعية الرحمة احتضنت المتطوعين، وهذا وسام لكل وكل وفخر لكل متطوع هنا. الحفل اشتمل على تكريم 130 متطوعا بالإضافة إلى تكريم المؤسسات والشركات المساهمة. الحفل أفصح بفعالياته أيضا عن الأدوار التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي تساهم بالعطاء والأعمال التطوعية. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. في ولاية المزيونة بمحافظة ظفار تم تسليم شهادات ل32 متدربة في حرفة النسيج، وذلك خلال حلقة عمل حول حرفة النسيج أقيمت تحت إشراف إدارة الصناعات الحرفية بمحافظة ظفار. قطعنا شوطا كبيرا في الحفاظ على التراث المادي هنا في ولاية المزيونة كباقي ولايات ومحافظات السلطنة. لدى النساء شغف كبير في الصناعات الحرفية، لتأتي إدارة الصناعات الحرفية حاضنة لهذه الحرف. 32 متدربة في حرفة النسيج من المزيونة ومراكزها الإدارية التابعة لها، والذي يأتي إشرافا من إدارة الصناعات الحرفية بمحافظة ظفار
تمويلا من شركة صلالة للميثانول. الاهتمام بمثل هذا الموروث الذي يزخر به بلدنا من قبل جهات حكومية وقطاع خاص، هذا شيء مهم ونحن نباركه وندعمه في أي وقت وأي مكان. هذا المنتوج يعني ممزوج بين المحافظة على الأصالة العمانية والتطوير والتحديث ليكون متواكب مع متطلب المجتمع ورغبة المستهلك. ولأن القطاع الخاص شريك مهم وفعال، فقد شكل هذا البرنامج التدريبي إضافة كبيرة لدى المتدربات لاكتساب الطرق والأساليب الصحيحة في النسيج وغيرها من الحرف. خلال الخمس الأعوام الماضية استثمرت الشركة أكثر من 12 مليون دولار لأكثر من 226 مشروع، منهم مشاريع اللي هو الاستثمار في الإنسان أو الاستثمار في التدريب المهني، والذي يناطب به الصناعات الحرفية لخلق موارد رزق للنسوة الذين يقومون على الصناعات الحرفية هذه. على هذا المنوال علاقة زمن، حيث استطاعت المرأة هنا أن تثبت نفسها مع هذه الصناعات الحرفية ليكون هذا المشهد صورة مكملة للحفاظ على التراث. عشقنا منذ الأزل تورثناه حتى هذه اللحظة لتواصل الأجيال، بيئة ملائمة، دعم سخي من القطاع الخاص لتستمر هذه الحرف حتى هذه اللحظة للأجيال القادمة. محمد بيت سعيد، ولاية المزيونة، محافظة ظفار. بلت قرية بولاية ضنك تعلو الجبال بمكانها وتفرد آثارها أو آثارها ومناخها البارد شتاء والمائل إلى الاعتدال صيفا. القرية تتوسط بموقعها مفترق طرق يربط محافظات الظاهرة والبريمي وشمال الباطنة. موقع جغرافي متميز أعطى قرية بلت أهمية استراتيجية بربطها على مفترق طرق تصل بين الظاهرة والبريمي وشمال الباطنة، وتبعد عن مركز ولاية ضنك أكثر من 60 كيلومترا. هذا شعب منه شارع تجاري، نرغب أنه يكون هناك شبكات اتصال منتشرة في كامل اللي هو هذا الطريق، بحكم أنه شارع يربط المحافظات. القرية تختزل بين جنباتها الكثير من المعالم الأثرية والتاريخية والحارات القديمة التي تروي قصصاً وفصولاً من تاريخ البلدة القديم. ولعل حصن بلت الذي يستقبل الزائر وهو يعتلي صدر هذه التلة بأبراجه وتكويناته وتصميمه العتيق شاهد عيان على هذه الملامح العمانية الجميلة. يتكون من برج وغرفة وستة مستودعات لذخائر، لأنه في ذاك الوقت ذخائر البلاد هذه يحطوها داخل الحصن هذا، فستة مستودعات هذه مقسمة على القرية كاملة، يعني يحطوا ذخائرهم فيها من تمر، من قمح، من فلوس، من الأشياء هذه كلها في ذاك الزمن كلهم يحطوهم داخل الحصن هذا. واحات خضراء ومزارع على امتداد النظر وأشجار النخيل والمحاصيل الزراعية الموسمية لا تفارق هذه القرية طوال العام، وهو تجسيد لعلاقة وترابط بين الأهالي والأرض، فهم يحرصون على الاهتمام والعناية بالزراعة. الشتاء نفس النتيجة، يعني الجو معتدل، لا هو بارد زيادة ولا هو حار مثل ما يقولوا، يعني مثل المدن الرملية احنا هنقول. مثل ما ترى يعني شوف الجبال ده هذه جاية شكل روضة، يعني ما شاء الله الجبال داير تبها من جميع الجهات. الحياة العصرية الحديثة وصلت إلى البلدة فامتزجت مع بيئتها وتناغمت مع مفرداتها الطبيعية، مضيفة بعدا سياحيا ومناخا دافئا في هذه الأجواء الشتوية. تفرد مناخي ومقومات طبيعية وتاريخية أعطت البلدة موقعا سياحيا جاذبا. محمد بن سعيد العلوي من بلدة بلت بولاية ضنك محافظة الظاهرة. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. استمرارا للمساعي الإنسانية العمانية، وصول 22 شخصا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح للسلطنة للالتحاق بأسرهم.
مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقطاع، والرئيس عباس يقول إن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي خطط أمريكية للسلام في الشرق الأوسط. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية. هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، دمتم بعافية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأجواء الليلة تبدو مستقرة خالية من السحب على معظم أرجاء السلطنة، مع بعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة على محافظة الظاهرة ومحافظة الوسطى كذلك في أواخر الليل والصباح الباكر وإلى بحر العرب، وبعض السحب تستمر بالتواجد عموما على وسط بحر العرب. تفاصيل الأجواء لهذه الليلة مشاهدينا الكرام، حيث تبدو الأجواء مستقرة وخالية من السحب على محافظة مسقط، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية. أجواء صحوة ومستقرة عموما أيضا على محافظة جنوب الباطنة، ودرجات الحرارة ما دون 20. في محافظة شمال الباطنة درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية ضمن أجواء صافية ومستقرة. على محافظة مسندم أجواء مستقرة خالية من السحب، ودرجات الحرارة ما دون 20. ما دون 20 أيضا على محافظة البريمي ضمن أجواء صافية ومستقرة خالية من السحب. تطال أيضا هذه الأجواء محافظة الظاهرة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، مع فرص الانتشار بعض السحب المنخفضة عموما مشاهدينا الكرام. في محافظة الوسطى درجات الحرارة على المناطق الجبلية تصل إلى ما دون 10 درجة مئوية، وفي المناطق المجاورة للجبال درجات الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية. على شمال الشرقية أجواء مستقرة وخالية من السحب، ودرجات الحرارة عموما ما دون 20، وفي جنوب الشرقية كذلك ضمن أجواء صافية ومستقرة. على محافظة الوسطى بعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة في أواخر الليل وصباح الباكر، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 17 درجة مئوية. على محافظة ظفار أجواء مستقرة خالية من السحب، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 11 إلى 18 درجة مئوية، ومباشرة إلى حركات الرياح. الرياح على سواحل السلطنة مطلة على بحر العرب مشاهدينا الكرام، شمالية شرقية نشطات السرعة بحدود 20 عقدة، البحر متوسط الموج أقصى ارتفاع له مترين. حركة الرياح على سواحل محافظة مسندم تبدو شمالية غربية وخفيفة السرعة بحدود 5 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. أقصى ارتفاع للبحر متر وربع المتر على سواحل السلطنة مطلة على بحر عمان، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.